بالنسبه للمنتخب الوطني يعني كانت منتظره لان الضعف ديال المدرب، لان ضعف المدرب في هذه المقابله ضد مصر، يعني باش تخرج انت المتنفس الوحيد ديالك في الفريق هو بوفال، باش تخرج بوفال يعني راه يعني راك ماشي مدرب. من جهتي انا يعني كنطلب الحمد لله ملي كاين كاس افريقيا كنتمنوا في كوب دي موند ان اللجنه المسؤوله الجامعة ان تعود النظر، لان كاين شي لعابه اللي خصهم يلعبوا، لان لعابه كبار بحال زياش بحال المزراوي يعني لعابه اللي في المستوى، يعني عيب هاد اللعابه ما يلعبوش في كوب في كاس افريقيا. لعابه المنتخب الوطني يعني لعابه كاينين شي لعابه اللي برزوا في مستوى جيد زوين، كنتمنى لهم التوفيق وان شاء الله ياهلونا المونديال قطر.